أبواب الأسبوع الثاني عشر من الحراك الشعبي تطرق، وبمرور الأيام تتسع دائرة المغضوب عليهم من طرف الجزائريين، لتوجه بوصلة سخط الحراك في أولى أيام رمضان إلى الخضارين بعد أن التهبت الأسعار في الخضر والفواكه. كليت البلاد يا الخضارين هو الشعار الأكثر تداولا في اليومين الأخيرين على موقع الفيسبوك، كتعبير عن الرفض التام للارتفاع المجنون بل الفاحش لأسعار هذه المواد، جاعلين التجار في مركز دائرة الاتهام. لكن ما إن تتطرق إلى موضوع الأسعار مع التجار تكون الإجابات كالتالي: خويا روحوا راقبهم في غرف تبريد في الفريقو، ماشي تراقب لنا في المارشي، راقب الأسعار برا. والوزير كيلحق شهر رمضان يجي كي الهلال، سي وزير التجارة سي جلابي جيبان قال لك باللي تسقف، كيفاش تسقف انت الاسعار والاسعار راهي حره؟ هاي البارح هاي نديك انا تشوفي سلعي تترمى، يجي خلص مولاها وزير التجاره. يا اخو احنا مشتريه ما عبالناش، نجو يقول لك البنان هنايا راهي سوا 20، تروح له اسمه تجي للسوق تشري 25 برا، ما فهمناش كيفاش نبيعوا عباك، رانا احنا حابسين من راسنا وصح فطوركم ويروحوا كاع يروحوا بالاخر. اسعار ملتهبه ومسؤوليه ذلك كالكره يقذفها تاجر التجزئة لتاجر الجملة الذي بدوره يمررها لأصحاب غرف التبريد على طبق ليسددها هؤلاء إلى منطقة عمليات الفلاح. ثلاثي تفنن في هز شباك جيوب المواطن كل سنة وتمزيقها كيف لا، والحكم لا يصفر وضعية تسلل واضحة.